أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، لا يحمل منه شيء. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخير
ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ومن تزكى فإن وإلى الله المصير وإلى الله وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء إن الله يسمع من يشاء وما
إن أنت إلا نذير. إن أنت إلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما
إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديك إن الله بعباده لخبير بصير ثم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ذلك هو الفضل الكبير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير يحلون فيها من أساور من ذهب
ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العظيم.